اسعد الله اوقاتكم مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده مع برنامج رواد الاعمال. كما عودناكم في كل حلقه، معنا اليوم الاستاذ احمد وزميله الاستاذ عزام من بدل بريك. هلا شباب، اهلا وسهلا. بدايه نشكر جزيلا تواجدكم معنا بالبرنامج اليوم، نتمنى تعرفونا المزيد عنكم وعن بدل بريك. وياكم احمد انور خميس بن سعد. وياكم عزام محمد بن سعد. فتحنا الملعب قبل سنتين، و يعني من الاسباب اللي خلتنا نبدا بهالمشروع ان من اول ما جربنا الرياضه كنا يعني عيبتنا الصراحه كنا مهتمين فيها، وحصلنا فرصه يعني الحمد لله، و يعني استمرينا بالموضوع ما شاء الله. طيب شباب، ممكن تحكوا لنا المزيد عن الخدمات اللي بتقدموها داخل بدل بريك؟ الخدمات نحن حاليا نوفر هي استئجار الملاعب بالساعات، ونوفر المستلزمات لرياضة البدل كالاكسسوارات والمضارب كالشنط، ونوفر المشروبات الباردة والساخنة ومشروبات الطاقة للاعبين. جميل. شباب، من رياضة البدل انتشرت انتشار واسع في دولة الإمارات. نعم. صار في عندك أكثر من صالة رياضية بتوفر هذه الرياضة. شو اللي يميز صالتكم عن بقية الصالات الثانية؟ نحن عندنا صالة اندور تكييف، وأرضيتنا أرضية بطولة العالم اللي هي اسمها موندو تيرف من إيطاليا، وتميزنا أن غيرنا اللون غير عن الملاعب كلها، اللون الأرضية عندنا حمراء، والحمد لله توفقنا في هالشيء. ونستقبل عندكم كافة الأعمار من صغير لكبير والجنسين للريايل والحريم، والحريم عندنا ميزة أن يقدرون يحجزون ويبندون ملاعب، بس خاصة يعني إذا حجزوا ملعب بس يلعبون ارواحهم، يعني ما حد يكون حولهم ولا شيء، ولا يدونهم ولا شيء. ومسوي بطولات نحن، عندنا كاتيجوريين اللي هو اوبن سي واوبن دي، على حسب انت كخبرتك في اللعبه ولا كمستواك في اللعبه تسجل يا في الدي يا في السي. ونحط جوائز تحفيزيه ونشجع الشباب على هذه البطولة. وفي ميزة عندنا بعد ان مسوين جروب واتساب اللي هو اسمه ماتش ميكينج، مثلا انا جاي بروحي ما عندي حد بلعب يا ولا شيء، ما عندي الشباب مشغولين ولا دوامات ولا ايا كان ظرفهم، اقدر ادخل الجروب واكتب مثلا ابغي مثلا من هالوقت لين هالوقت العب، والشباب تحت ما يقصرون يعني يحاولون يرتبون اياهم اللي منسقين في الجروب، يحاولون يرتبون لهم قيام اقرب وقت ولا الوقت اللي يناسب الضيف الكاستمر. يعني شباب، من خلال جميع الخدمات السابقه اللي ذكرتوها، شو خططكم المستقبليه وشو الرؤيه المستقبليه لبدل بريك؟ الخطط المستقبليه ان شاء الله لنا ان اولا ما نتوسع هني، نفتح ملاعب اكثر، و عندنا نظرة بعد إن إن شاء الله يعني نفتح فروع في مناطق ثانية إن شاء الله، إمارات ثانية، وشيء بعد إن نبغى إن شاء الله يعني نفتح مكان يكون مخصص فقط للسيدات، يعني مش ما يكون في أوقات معينة لهم ولا شيء، لا، من اليوم الآخر فقط للسيدات. وإن شاء الله بعد نزيد عدد المدربين، ومدربين النساء فقط، مدربين للأطفال. شباب، انتم حاليا في الجيل اللي هو جيل الشباب، قدمتوا على خطوه كبيره، اسستوا على عملكم بزنسكم الخاص، شو نصيحتكم لبقيه الشباب الاماراتي اللي عنده نفس الطموح بس لسه ما بدا؟ اولا يعني هو لازم تشوف عندك شيء شغف لشيء معين، حاول يعني انت تركز على هالشيء. وثانيا اذا عندك فكره ولا شيء لا تخاف، ادرس الموضوع، ادرس السوق، فاستشير الناس، وان شاء الله عاد الحكومه ما تقصر وياك والناس بتدعمك. الحمد لله الامن والامان هنا موجود، وتوكل على الله وان شاء الله لا تخاف من شيء. نشكر شيوخ الدوله، شيوخنا ما قصروا سواء في دعم مواطن ولا وافد، ويعني اي واحد يبي يخطي خطوه فقل عن ساعه مثلا يقدر يفتح الرخصه ولا يسوي له رخصه ولا من هالامور. حابين نشكر الشيخ سعيد بن مكتوم المكتوم، رئيس الاتحاد الرياضي لرياضة البدل، وفي النهاية نشكر جميع حكام الدولة دعمهم للمواطن والوافد. بالنهاية شكرا جزيلا شباب، وبدنا نخبر جميع المشاهدين كيف ممكن يوصلوا ويتواصلوا مع بدل بريك. عادي يقدرون يتواصلون معنا على الانستغرام الدايركت، أو على الواتساب
على رقم المحل او يدقون على التلفون وان شاء الله يعني بيردوا عليهم الشباب او يتفضلون حياهم الله يعني الملعب واي استفسارات اي شيء. متواجدين في الشارجه شارع مليحه وحياكم الله. طبعا بدي اخبر جميع المشاهدين انه اللوكيشن موجود على جوجل ماب وارقام التليفونات كلها بنسجلها على الشاشه. اكيد شباب شكرا جزيلا لكم ونتمنى لكم دائما التوفيق والنجاح يا رب. مشكور على الى هنا اعزائي المشاهدين نختتم حلقتنا لهذا الاسبوع. تابعونا كل جمعه وسبت على قناتكم ABC الخليجيه وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير. مع الله.